بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع لكن حلقة دسمة فيها كواليس وأخبار مهمة جدا. كمان عندنا مباراة غاية في الأهمية مع إم بي في بداية ومستهل مشوار الدوري العام، استئناف مباراة الدوري والجولة الثانية عشر. خلاص مباراة بيراميدز انتهت بكل أحداثها، بالنتيجة بالأهداف بالثلاث نقاط، لكن عندنا مباراة صعبة جدا لا تقل أهمية عن مباراة بيراميدز، رغم أن إم بي في وسط جدول الدوري، ولكن بالتأكيد مثل هذه المباريات بتبقى فيها صعوبات نتيجة الخطط الفنية والأداء الفني اللي بيواجهه الأهلي من الفرق المنافسة في الفترات الأخيرة. بشكل عام هنتابع كل الجديد وهنلقي الضوء كمان على آخر تدريبات الفريق، والنهاردة الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد اللي هتتلعب الساعة 5 على ملعب المقاولين العرب، وكل التوفيق رب للنادي الأهلي. بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة، لأن الحلقة زي ما قلت لكم فيها تفاصيل كتيرة جدا. عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي غدا في مباراة إنبي، وتوقعاتكم أيضا لنتيجة اللقاء. شاركوا معنا بالتأكيد من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للتشكيل وأيضا كمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء، ويا رب بإذن الله يكون أداء ونتيجة ومكسب مهم جدا لفريق النادي الأهلي. لكن نبدأ حلقتنا بعناوين الحلقة. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي، وكمان فيفا يضع اللمسات النهائية لكأس العالم للأندية. وفي الترند العالمي، بعد رونالدو النصر يرغب في ضم كانتي. النصر رايح لسكة عالمية كبيرة جدا، بنتكلم في كريستيانو رونالدو، كانتي، كان في كلام على سيرجيو راموس، كل الكلام ده هنشوفه بالتأكيد خلال انتقالات يناير، وأكيد الدوري السعودي هيكون محط اهتمام كل الصحف والوكالات الأجنبية حول العالم. طيب استعراض مباريات اليوم والنهاردة ختام مباريات الأسبوع الـ 11 للدوري العام. في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة، بدأت منذ قليل مباراة فاركو وطلائع الجيش اللي بتقام حاليا على استاد الإسكندرية، ودي آخر مباراة النهاردة في الجولة الـ 11، ومن بكرة على طول نبدأ الجولة الـ 12. طيب الدوري الإنجليزي والنهاردة في استكمال لباقي مباريات اللي أقيمت بالأمس، الساعة 10 إلا ربع النهاردة في مباراتين، ساوثهامبتون يستضيف نوتنغهام فورست، وأيضا في نفس التوقيت ليدز يونايتد يستضيف ويست هام يونايتد. الساعة 10 من مساء اليوم كريستال بالاس يستضيف توتنهام هوتسبير، وأيضا في نفس التوقيت وفي ختام مباريات اليوم الدوري الإنجليزي أستون فيلا يستضيف ويلفر هامبتون. دي كانت جولة في الملاعب، سواء الملاعب المحلية الدوري المصري أو حتى الدوري الإنجليزي. بسرعة أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند. الفقرة النهاردة دسمة شوية وفيها تفاصيل مهمة جدا. عندي ثلاث موضوعات. أول موضوع وهو متعلق بكأس العالم للأندية، وامبارح كنت نوهت وقلت إن خلال الأسبوع اللي جاي هتكون في تفاصيل أكتر وفي معلومات خاصة وحصرية لكل السادة المشاهدين، وأنتم متعودين معانا كده كل الملفات القارية أو الدولية اللي بتخص النادي الأهلي ومشواره في دوري أبطال إفريقيا أو مشاركاته في كأس العالم للأندية. الحمد لله كل الأخبار الحصرية بتسمعوها من خلالنا في برنامج الترند. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من خلال لجنة رفيعة المستوى ستصل يوم 9 يناير المقبل إلى العاصمة المغربية الرباط لمتابعة آخر الترتيبات النهائية بخصوص الاستقرار على فنادق الإقامة والملاعب التي ستستضيف البطولة في الفترة من 1 حتى 11 فبراير. على رأس الوفد الرسمي الذي سيصل إلى المغرب يوم 9 يناير السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وهذه اللجنة ستعمل على مدار 4 أيام لتحديد فنادق الإقامة وملاعب البطولة. الناس تقول لي ما هو في تسريبات خرجت من اللجنة المنظمة المحلية إن البطولة هتتلعب في مدينتي الرباط وطنجة. حتى هذه اللحظة بالفعل البطولة ستقام في مدينتي الرباط وطنجة، ولكن قد يحدث تعديلات على أماكن إقامة المباريات. بمعنى كان الكلام في البداية إن الافتتاح والدور التمهيدي يتلعب في الرباط، ومباراتي نصف النهائي يقام في طنجة، ثم المباراة النهائية تقام على ملعب مولاي عبد الله في الرباط. لكن البعض اقترح إن نصف النهائي والنهائي يقام في طنجة،
والافتتاح والتمهيدي يقام في الرباط. كل الأمور دي هيتم الاستقرار عليها قبل 13 يناير المقبل. ليه قبل 13 يناير؟ لأنه تم الإعلان رسميا وتم إرسال خطابات رسمية إلى الاتحادات القارية المعنية بمشاركة أنديتها في كأس العالم للأندية أن القرعة ستقام في مدينة الرباط يوم 13 يناير الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب. يمكن ده خبر رسمي حصري لكل السادة المشاهدين من خلال برنامج الترند. قرعة كأس العالم للأندية تقرر رسميا إقامتها يوم 13 يناير الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب في العاصمة المغربية الرباط. ومن المقرر بنسبة كبيرة جدا أن يحضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قرعة كأس العالم للأندية. وعقب انتهاء مراسم هذه القرعة سيتم اختيار الأندية بتوقيتات المباريات ومكان إقامة هذه المباريات. الأهلي وأوكلاند سيتي حتى الآن في الرباط. المباراة الأولى للوداد المغربي حتى الآن في الرباط، ولكن مباراتي نصف النهائي واستكمال البطولة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية الاتجاه أن تقام هذه المباريات في مدينة طنجة في شمال المغرب. طبعا كلنا عارفين أن بطل أوروبا بيبقى ليه بعض المتطلبات كده نتيجة القصر الوقت ما بين المشاركة في بطولة العالم مع ارتباطاته في الدوريات الأوروبية، سواء بطل إنجلترا أو بطل إسبانيا، يمكن مرة ليفربول المرة دي ريال مدريد، فبيبقى عندهم ارتباطات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لده كمان عندهم مباريات دوري أبطال أوروبا، فبالتالي الناس قدر الإمكان بتحاول تظبط المواعيد والأماكن وقصر المسافة بالنسبة لريال مدريد. طنجة بالنسبة للأسبان احنا بنتكلم في ساعة طيران، فبالتالي الاتجاه الأقرب خلال الساعات اللي جاية، وأعتقد ده هيتحدد بشكل رسمي مع إجراء مراسم القرعة لما يتم تسكين المباريات بشكل رسمي. كمان الاتحاد الدولي اعتمد رسميا خلاص توصية الاتحاد الآسيوي والهلال السعودي رسميا في بطولة كأس العالم للأندية. دي أبرز الأخبار والمعلومات اللي جاية من مصادر رسمية في زيورخ بخصوص الخطوات المقبلة من مسؤولي الفيفا لإقامة كأس العالم للأندية. ورش العمل جاري تحديد موعدها خلال الساعات اللي جاية. لوائح البطولة تم إرسالها بشكل رسمي. جوائز البطولة تم التأكيد على نفس قيم الجوائز اللي تم تنفيذها في البطولات السابقة. المركز الأخير اللي هو المركز السابع 500,000 دولار، وبطل البطولة بياخد 5 مليون دولار. طيب النهاردة الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على تويتر كان ليه أكثر من تغريدة، يمكن ادت كده حماس وشغف عند جماهير النادي الاهلي بمشاركه النادي الاهلي في هذه البطوله وقرب مشاركه الاهلي في هذه البطوله. الحساب الرسمي للفيفا على تويتر اعلن مشاركه او تواجد 3 فرق عربيه في النسخه المقبله لكاس العالم للانديه فيفا، وسالوا سؤال من سيصل الى ابعد نقطه في البطوله؟ مشاركه الاهلي والوداد والهلال. طبعا الاهلي واوكلاند سيتي أول مباراة يوم 1 فبراير، إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب ويتأهل، هيبقى عنده يعني مواجهة من 3 فرق أو أمام 3 فرق، يا إما يلاعب الهلال السعودي، يا إما يلاعب الوداد المغربي، يا إما يلاعب بطل أمريكا اللي هو ممثل الكونكاكاف في كأس العالم للأندية. فهل الدور التالي قد تكون مواجهة عربية متكررة؟ أيا كان سواء الوداد أو الهلال، لأن العام الماضي أو الشهور الماضية الأهلي لعب مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، وكلنا فاكرين طبعا هذا اللقاء الشهير والأزمة اللي كانت موجودة بخصوص ملعب المباراة، وكمان الأهلي والهلال السعودي في تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية. ننتظر القرعة لأن دي أكتر مباراة الكل هيكون حريص على معرفة نتائج القرعة. الفائز من الدور التمهيدي من سيواجه؟ هل الأهلي مع الهلال، الأهلي مع الوداد، ممكن الأهلي يلعب مع بطل الكونكاكاف ويكون في مباراة أخرى ما بين الوداد والهلال السعودي في مستهل مشاركة بطل إفريقيا الوداد المغربي. طيب حساب الفيفا أيضا كان النهاردة كمان على تويتر كان ليه ترحيب بمشاركة الأهلي، هي مشاركة تاريخية، هي المشاركة رقم 8 ودي أعلى نسبة مشاركة للأندية العربية والإفريقية، وقالوا نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية. النهاردة بنتكلم في 4 يناير، يعني بعد أقل من حوالي 27-28 يوم النادي الأهلي هيكون في المغرب لمواجهة أوكلاند سيتي في مستهل مباريات وافتتاح بطولة كأس العالم للأندية. وبالمناسبة البطولة هتبدأ 1 فبراير. الاتحاد الدولي بيديك مساحة أنك تكون موجود قبل أول مباراة ب 72 ساعة، يعني الحد الأقصى أن الأهلي يكون موجود في المغرب بنتكلم في 28 أو 29 يناير بحد أقصى، لازم تكون موجود قبل ميعاد البطولة ب 72 ساعة. الحاجة التانية أن القائمة الأهلي القائمة النهائية هيسجلها يوم 30 يناير.
الوداد والهلال وبطل الكونكاكاف اخر موعد للتسجيل يوم 2 فبراير، وبتترحل بقى مواعيد القيد لكل الفرق على حسب مشاركته. اخر فريق يقدر يسجل قائمته ريال مدريد، اول مباراه ليه يوم 8 فبراير، فاخر ميعاد لتسجيل قائمته النهائيه يوم 6 فبراير. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. طيب كمان النادي الاهلي على تويتر النهارده رد على او عمل اعاده تغريد للتويته الخاصه بالاتحاد الدولي فيفا، وكتب عليها: التحضيرات مستمره لمشاركتنا الثامنه في المونديال، باذن الله تكون مشاركه مميزه باذن الله، ويا رب يا رب ان شاء الله. يعني الاهلي بقى يعني عمل انجاز الفوز بالبرونزيه 3 مرات، نسعى ان شاء الله لكتابه تاريخ جديد في هذه البطوله، ولما لا الاهلي يقدر ان شاء الله يوصل للمباراه النهائيه، يحقق الفضيه، يكون عندنا طموح للفوز بالبطوله. كل دي تفاصيل نتمنى يا رب باذن الله تتحقق بشكل كبير جدا. في الختام وانا بتكلم على كل هذه التفاصيل، احنا من البدايه هنا قلنا لكم المشاركه مؤكده، كنا في انتظار لائحه البطوله، واللائحه الحمد لله تم اعتمادها في اجتماع اللجنه التنفيذيه، وبالتالي اي كلام اتقال بعد اعلان الفيفا وارسال الفيفا خطاب رسمي بمشاركه الاهلي كان كله كلام فاضي ملوش اي لازمه، ايا كانت بقى مداخلات، واحد يقول لك جيم كبير، في قصه هتتعمل، في سيناريو، كانت في ناس عايزه بس ايه تعمل حوار كده على موضوع ملوش اي اساس من الصحه، لان الكلام ده كان قبل كده، قبل ما الفيفا يعلن استضافه البطوله او تنظيم البطوله في المغرب، وبالتالي وقتها ما كانش في كلام، لكن في ديلي يعني في تاخير شويه في معرفة المعلومات هنا عند البعض في مصر، ولكن من أول يوم أنا قلت لا في جيم كبير ولا في مداخلات هيبقى لها قيمة، والمشاركة رسمية ومؤكدة، والمغرب هتستضيف البطولة، والأهلي بيشارك بصفته ممثل لأن بطل إفريقيا هو المستضيف لهذه البطولة. كمان الاتحاد الإفريقي منذ لحظات ومن خلال حسابه الرسمي والحسابات الرسمية على تويتر أعلن مشاركة أبطال إفريقيا ومشاركتهم في كأس العالم للأندية، وقال: الأهلي والوداد إلى كأس العالم للأندية ممثلة قارة إفريقيا سواء البطل أو الوصيف. قدامكم على الشاشة بطل ووصيف إفريقيا يشاركان في كأس العالم للأندية في المغرب بالتوفيق لممثلي القارة. توتال إنرجيز كاف شامبيونز ليج. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي بإذن الله، وتكون مشاركة مميزة، ولسه عندنا الكتير والجديد والمزيد في هذه البطولة، ولكن في الحلقات القادمة كل يوم كده هيكون معانا معلومة إن شاء الله لهذه البطولة، وزي ما قلت لكم كل التفاصيل هتسمعوها من خلال برنامج الترند. أخرج على فاصل وبعد الفاصل نرجع، لسه عندنا تفاصيل تانية كمان مهمة. طيب النهاردة كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن من خلال موقعه الرسمي قائمة الحكام الدوليين لعام 2023، وشهدت قائمة الحكام الدوليين بالنسبة للتحكيم المصري عدد من الإضافات بالنسبة للحكام الجدد في تقنية الفيديو الفي آر. قدامكم على الشاشة يمكن دي القائمة الدولية اللي الحكام اللي هيمثلوا التحكيم المصري قاريا ودوليا عام 2023. طبعا في قائمة حكام الساحة لم يحدث أي تعديل، عندنا ما يقرب من حوالي 9 حكام، 7 حكام و2 حكمات، عندنا محمد عادل، محمود ناجي، إبراهيم نور الدين، محمود البنا، أحمد الغندور، محمد معروف، وأمين عمر، بالإضافة إلى حكمتين شهندة المغربي ونورة سمير. ما حصلش أي تعديل. نفس الأمر حتى كمان في الحكام المساعدين، عندنا 11 حكم مساعد، 9 حكام مساعدين و2 حكمات مساعدات في هذه البطولة. طبعا أبرزهم محمود أبو الرجال اللي كان موجود في كأس العالم فيفا قطر 2022. طب نروح لقائمة الفيديو ماتش أوفيشيال اللي هو الحكام الفيديو اللي هم الرسميين المعتمدين في تقنية الفي آر، محمود أبو الرجال وطارق مجدي ومحمود عاشور، بالإضافة إلى الثلاثي الجدد عمرو الشناوي وحسام عزب حجاج ووائل فرحان. ده التعديل اللي تم على قائمة الحكام الدوليين في تقنية الفار، ودي القائمة الرسمية، دي الأوفيشيال القائمة الرسمية بالنسبة لتقنية الفيديو الفي آر خلال عام 2023. كرة الصالات الكرة الشاطئية لم يحدث أي تعديل. طبعا الاتحاد المصري كان بعت أسماء، الفيفا لم يعتمد بعض الأسماء وحذفها وأضاف أسماء تانية. في موضوع محمود عاشور أنا قلت كتير وشرحت قبل كده إيه اللي حصل ومين اتدخل عشان يحط محمود عاشور في القائمة الدولية، وقلت وقتها الموضوع جه إزاي وحصل إزاي، لكن الميزة المرة دي إن الاتحاد المصري لما بعت 7 أسماء أو 6 أسماء يمكن دخل 3 جداد، بنتكلم في وائل فرحان
وحسام عزب حجاج وعمر الشناوي، كل التوفيق لهم يا رب يمثلوا التحكيم المصري أفضل تمثيل خلال عام 2023. بالمناسبة وإحنا كده بنتصفح وبنشوف القائمة الدولية للحكام الدوليين، في ثلاث أسماء خرجوا من التحكيم خلال الفترة اللي جاية: مهدي عبيد الحكم الدولي الجزائري خرج من قائمة حكام الجزائر، وفيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي أعلن اعتزاله وخرج من قائمة الحكام في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الحكم الزامبي جاني سيكازوي أعلن اعتزاله وخرج أيضا من قائمة الحكام، وبالتالي لن نجد الثلاثي في المباريات الإفريقية خلال عام 2023، لا في مباراة دوري أبطال إفريقيا ولا في مباراة المنتخبات ولا في مباراة الأندية. مهدي عبيد، فيكتور جوميز، وجاني سيكازو. كان في كلام على مملكة سيما موجود في قائمة إثيوبيا، ماتشالش لسه موجود في القائمة، بكاري جسامة لسه موجود في القائمة، فدول مكملين معانا شوية يعني حوالي سنة سنتين لغاية لما نشوف بقى إيه الجديد وإيه الحكام الجدد اللي داخلين معانا في القائمة الدولية. نفس الأمر في الجزائر، مصطفى غربال مكمل، رضوان جيد مكمل، رضوان جيد موجود في قائمة الفي آر وموجود كمان في قائمة الحكام الساحة في القائمة المغربية. بالمناسبة قبل ما أخرج على موضوع التحكيم واروح لموضوع تاني متعلق بقرارات اتحاد الكرة بالأمس، احنا في انتظار قرارات رابطة الأندية ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على الأحداث التي شهدتها بعض المباريات في الجولة 11 من الدوري العام. مباراة أسوان والزمالك حدثت فيها أحداث أعتقد الكل شافها، صوت وصورة وفيديوهات وشريط الرسمي للمباراة وصور، وقبل كل ده وأنا بأكد على الهواء مباشرة، تقرير حكم المباراة كابتن أمين عمر وتقرير مراقب المباراة، التقارير واضحة وضوح الشمس وفيها تفاصيل موضحة ماذا جرى عقب نهاية المباراة، في انتظار قرارات رابطة الأندية وفي انتظار قرارات لجنة المسابقات هتطلع حجة بعد كده أصل التقارير ما فيهاش والحكم ما كتبش. أنا بأكد والكلام ده كلام مؤكد، التقارير ذكرت كل شيء لأن كل شيء كان متصور صوت وصورة، فأنت حتى لو ما عندكش تقارير الفيديوهات موجودة في لجنة انضباط. الناس هتقول لي إيه الهدف من كده؟ لا، الفترة اللي جاية لسه المشوار طويل في الدوري، كل واحد أخطأ لازم يتحاسب. إحنا شفنا في بعض المواقف جماهير الأهلي بتتعاقب على حاجات لا شفناها صوت وصورة ولا حد سمع عنها حاجة، وفي الآخر لقينا في عقوبات جت منين ما تعرفش، إزاي ما تفهمش. فبالتالي المنافسة طويلة وأي حد بيخرج عن النص لازم يتعاقب، وعندكم نصوص العقوبات واضحة، غرامات مالية، منع جمهور من حضور مباريات، وبالإضافة لكل ده بقى وقبل كل ده الصورة كانت سيئة في حق التحكيم المصري، إن حكم يجري هو والمساعدين بالشكل ده ده شيء غير مقبول. بالإضافة لده المباراة يعني ما كانش فيها أخطاء تحكيمية للدرجة إن البعض ممكن يعترض، ده بالعكس ده كان فيه أكتر من شكل ضرب الجزاء لأسوان، ومع ذلك شفنا هذا المشهد المؤسف بعد نهاية المباراة. فأتمنى والمفروض ده يحصل حتى بعيدا عن الأمنيات، يكون في قرارات رسمية وقوية بخصوص الأحداث اللي شهدتها هذه المباراة في الجولة 11. طيب بخصوص اتحاد الكرة كمان، امبارح اتحاد الكرة خد قرار يعني محتاج توضيح أكتر من كده، لأن القرار ده أنا بشوفه بقراه من أيام الله يرحمه الكابتن سمير زاهر. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد مديونيتها لصالح الاتحاد المصري. طيب مين هي الأندية؟ كام تبلغ المديونيات؟ هل كل الأندية عندها مديونيات بأرقام ضخمة؟ هل أنت ممكن تساوي نادي عنده أو عليه مديونية عشان بيأيد في يناير حالياً 2 مليون 3 مليون جنيه بنادي عليه 70 80 مليون؟ يعني اعلن مين الأندية اللي عندها مديونيات؟ الاتحاد السعودي بيعلن. طب بلاش ده، نرجع لقرار تم اتخاذه من فترة وقلت وقتها القرار ده رائع وجيد جدا، ولكن هل يقدر الاتحاد يعلن عن ميزانيات الأندية اللي بتشارك في الدوري؟ وقتها قرر اتحاد الكرة عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد المديونيات، وكان اتخذ قرار كمان عدم السماح للأندية بالحصول على رخصة الأندية المحترفة إلا بعد الإعلان عن الميزانية وتحديد شكل الميزانية وإرسال الميزانية إلى الاتحاد المصري. طيب كل نادي عشان ياخد الرخصة قدم الميزانية بتاعته، طب هل الاتحاد أعلن ميزانيات هذه الأندية؟ لا لم يعلن. طب ده قرار سليم؟ لا قرار خاطئ جدا. هل الرخصة اللي اديتها لبعض الأندية دون الكشف عن الميزانية قرار سليم؟ قرار خاطئ جدا.
محتاجين نعرف مصادر التمويل، الميزانية بتكسب ولا بتخسر، كل التفاصيل دي الاتحاد لازم يكشف عنها. مش تطلع لي قرار انك مش هتأيد الا لما تدفع المديونية، مش هتستلم الرخصة الا لما تكشف يعني ميزانية. يا فندم اكشف للإعلام، هو انت بتاخد الورقة تحط في الدرج وحد فينا عارف ايه اللي بيحصل؟ ما لازم يكون في شفافية. ما هو ايه الفكرة من يكون في رابطة أندية محترفة؟ اول حاجة في المعيار ان يكون في شفافية. لغاية اللحظة دي لا في شفافية في المديونيات ولا في شفافية في رخصة الأندية المحترفة. اخرج الى فاصل ونرجع بعد الفاصل نبدا نشوف الاهلي كيف يستعد لإنبي في مباراه الغد في الدوري العام. طيب قبل ما ادخل في تفاصيل التدريب الاهلي النهارده، كان في زياره مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب لمشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام محمد زكي. الف مليون سلام عليك يا اسلام. النهارده كان في زياره من الكابتن محمود الخطيب قدامكم على الشاشه طبعا في احدى المستشفيات هنا في القاهره، وكان كمان موجود الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. والكابتن خطيب أكد بشكل مهم جدا على توفير الرعاية الطبية اللازمة في زيارته لمشجع نادي الاتحاد السكندري إسلام محمد زكي. هو الوحيد اللي بين المصابين اللي لسه مازال في المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله كلهم خرجوا بسلام، لكن لسه مستنيين نطمئن على إسلام. دي طبعا نتيجة الأحداث اللي شهدتها مباراة السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد والتي لم تكتمل يوم 24 ديسمبر. الكابتن خطيب التقى بأسرة إسلام واطمأن عليه وتمنى ليه الشفاء العاجل وكل الدعم والمساندة من جماهير النادي الأهلي ومسؤول الأهلي وكل القطاعات الرياضية لإسلام. ألف مليون سلام عليك، نطمئن عليك، وإن شاء الله بإذن الله كل الاتصالات الجارية ما بين إدارة النادي الأهلي مع إدارة الاتحاد السكندري مع الحاج محمد مصلحي للاطمئنان على مشجع نادي الاتحاد إسلام محمد زكي. إن شاء الله قريب جدا نطمئن عليه ويخرج بالسلام بسلامة. وإن شاء الله كمان يعني المباراة بقى أيا كانت تتلعب ما تتلعبش، مش ده الهدف ومش ده مش دي النقطة المهمة الفترة الجاية. أهم حاجة نطمئن على إسلام، وبعد كده أي قرار ياخده اتحاد السلة حتى لو الاتحاد ياخد البطولة قصة مش هتفرق معانا. أهم حاجة سلامة الجماهير، سواء جماهير الأهلي، جماهير الاتحاد، جماهير الزمالك، أي جماهير، كلها في النهاية بنشجع أو كلنا في النهاية منتميين لجمهورية مصر العربية. طيب تدريب الأهلي، وده التدريب الختامي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة إنبي غدا. كل التفاصيل وكل الأخبار بالتأكيد هنعرفها من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان نطمئن منه ونعرف كل الأخبار الخاصة بالفريق. مساء الخير يا فاروق. برحب بك يا محمد وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب قفلنا صفحة بيراميدز بنتائجها بكل الأخبار المتعلقة بيها، والوقت ضيق وعندنا مباراة إنبي غدا وهي مباراة ممكن تكون أصعب حتى من لقاء بيراميدز. أبرز الأخبار والمعلومات اللي عندك، ومحتاجين نطمن بقى على عدد من اللعيبة طاهر ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي. دكتور أحمد أبو عبلة بالتأكيد رجع من رحلة السفر اللي كان موجود فيها مع مصطفى شوبير وأكرم توفيق. عندك أخبار عديدة بالتأكيد محتاجين نعرفها منك ونطمئن من خلالك على كل الجديد داخل الأهلي. يعني خليني في البدايه اكد على كلامك يا محمد، بالفعل هي مباراه صعبه جدا، مباراه من واحده من المباريات الصعبه. اعتقد يا محمد ما فيش مباراه في الدوري سهله، مباراه الجوله ال 12 لدوري رابطه الانديه المصريه المحترفه، اللقاء اللي هيجمع ما بين الاهلي وانبي. زي ما بناكد على صعوبه اللقاء، خلاص بناكد على ان الفريق اغلق صفحه مباراه بيراميدز الاخيره. مستر مارسيل كولر المدير الفني اجتمع مع اللاعبين، اشاد بيهم وبمجهودهم في مباراه بيراميدز، وطلب من اللعيبه الاستمرار على نفس الاداء. طبعا شكر جمهور النادي الاهلي وقال ان احنا دايما هدفنا ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي، وهدفنا دايما ان احنا نحقق البطولات عشان نسعد جماهير النادي الاهلي. طبعا الفريق النهارده بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهه إنبي اللي بنأكد على صعوبتها. زي ما انت قلت يا محمد ان هي مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. الفريق يعني منذ دقائق انطلق تدريب الاهلي الختامي. مستر مارسيل كولر في كلامه مع اللاعبين طبعا الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه اللي بيركز عليها، طبعا تابع مباريات فريق إنبي في الفتره الاخيره، وياسين المكاري طبعا اتفرج على محلل اداء النادي الاهلي، اتفرج على بعض مباريات فريق إنبي، نقاط القوه والضعف من اجل التركيز على بعض الجمل الخططيه والفنيه اللي بيطالب مستر مارسيل كولر اللاعبين
التعليم من تنفيذها في هذا اللقاء. طبعا يا محمد انت تطرقت لي كثير من الامور، خلينا نبدا بعوده الدكتور احمد ابو عبله طبعا بعد اجراء جراحه سواء لمصطفى شوبير او اكرم توفيق اللي نتمنى لهم السلامه، اثنين من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. النهارده موجود في التدريب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله، اطمنا منه على نجاح عمليه اكرم توفيق وايضا مصطفى شوبير. بالمناسبه مصطفى شوبير النهارده كان موجود في التدريبات، يعني اللعيبه كلها يعني تمنت السلامه لمصطفى شوبير، علي معلول وقف اتكلم مع مصطفى شوبير، اللعيبه كلها كلمت مع مصطفى، ان شاء الله يرجع بالف سلامه سواء مصطفى شوبير او اكرم توفيق. ايضا يا محمد انت تطرقت ايضا لبعض اللاعبين، خليني اكد لك ان شاء الله طاهر محمد طاهر هينضم للتدريبات الجماعيه عقب مباراه انبي بمشيئه الله، يبدا ياخد اجزاء من التدريبات الجماعيه ان شاء الله، يعني خلاص طاهر خلاص المرحله الاخيره من البرنامج التالي انتهت ان شاء الله، عقب مباراه انبي ان شاء الله يبدا يدخل في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. الامر الثاني يا محمد اتكلمت على حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، يعني خليني اكد لك يعني زي ما اكد لنا دكتور احمد ابو عبله الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي، وبالتالي حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي غدا في مباراه انبي بمشيئه الله. طبعا اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله هذا الامر بالنسبه لمحمد عبد المنعم او بالنسبه لحمدي فتحي. اكد لك برضو على وجود بعض اللاعبين، عمار حمدي موجود النهارده في تدريبات النادي الاهلي، بعض اللعيبه اللي موجوده طبعا من قطاع الناشئين، الحارس عمر كامل حارس مواليد 2006 اللي بينضم في تدريبات النادي الاهلي اللي طبعا لظروف اصابه مصطفى شوبير، وايضا حمزه علاء ايضا موجود، يعني محمد مغربي، مجموعه من اللاعبين ان شاء الله اللي يكون تدعيمات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. هو سؤال ممكن يكون بدري شويه بس ممكن نطلع بانفراد من خلالك، وانت متعود دايما معانا لازم ادينا خبر انفراد. الحارس الثالث اللي ممكن يكون مع الاهلي في كاس العالم للانديه، هل تم الاستقرار عليه بخلاف مصطفى شوبير ولا لسه الامور مش واضحه؟ الحارس الثالث محمد، يعني خليني اقول لك يعني الامر لسه بدري شويه، بس هتقدر تقول ان اقرب اللاعبين للحارس الثالث هيكون مصطفى مخلوف، يعني خلاص مصطفى شوبير خارج كاس العالم، انت بتتكلم على الكابتن محمد الشناوي علي لطفي، العنصر الابرز والاهم اللي هيكون ممكن في هذه الفتره مع المنتخب او النادي الاهلي مصطفى مخلوف، ولكن هيبقى الامر بالتنسيق لان مصطفى مخلوف طبعا يا محمد انت عارف ان هو هيبقى موجود طبعا لمنتخب مصر للشباب اللي بيستعد لتصفيات امم افريقيا للشباب، الامر ده هيتم التنسيق من خلال طبعا اداره النادي الاهلي او مسؤولين النادي الاهلي مع مسؤول الاتحاد المصري، انت عارف ان البطوله هتنطلق في شهر فبراير القادم ببطوله تصفيات امم افريقيا لمنتخبات المنتخب الشباب، ومصطفى مخلوف هو عنصر من العناصر الاساسيه لم يكن الحارس الاساسي لمنتخب الشباب، لكن خليني اطمنك ان هذا الامر بالنسبه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي عندنا اكثر من حارس مميز في هذا الامر، يعني سواء مصطفى مخلوف لو انضم لمنتخب الشباب عندنا ادهم سيحه، عندنا طارق حسن، عندنا حازم جمال، عندنا عمر كامل، مجموعه من الحراس اللي ممكن تكون موجوده تمام. ان شاء الله في هذا الامر الا لو تم التنسيق ما بين النادي الاهلي ومصطفى مخلوف يكون موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، اتكلمنا عن مباراه انبي والتحذيرات والقائمه والمصابين، وكمان كان مهم نلقي الضوء على موضوع الحارس الثالث قبل فتره كده عشان كاس العالم للانديه، ودايما فاروق حاضر وعنده كل الجديد وكل المعلومات. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل باقي فقرات برنامج الترند. طبعا استقبال اسطوري لنجم اسطوري كريستيانو رونالدو امبارح كان موجود في حفل تقديمه بالنسبه لجماهير نادي النصر السعودي، اصبح دلوقتي النصر هو الفريق العالمي بالنسبه لكل الجماهير العربيه والعالميه، اكثر من 90 قناه امبارح كانت بتنقل هذا الحفل، شوفوا بقى حجم المتابعه للكره السعوديه هتحصل ازاي خلال الفتره اللي جايه، تسويق، ماركتنج، حاجات كتيره جدا السعوديه هتستفيد من خلال وجود كريستيانو في الدوري السعودي خلال الفتره اللي جايه. طب نروح للترند العالمي ونشوف اصداء انضمام كريستيانو الى نادي النصر خلال الفتره اللي جايه. نبدا من حساب نادي النصر السعودي قال وابتدت اول حكايه، وشفته بالتاكيد من خلال الفيديو اللي كان معروض معانا حفل استقبال كريستيانو في ملعب مرسول، اللي بالتاكيد ده كان حفل كبير جدا وضخم بوجود الاسره والعائله وكمان تدريب ومؤتمر صحفي، كان يوم رائع جدا بالنسبه للكره السعوديه مش نادي النصر بس. طيب نروح لحساب كره بلس وقالوا ان كريستيانو تلقى دعوه لحضور كلاسيكو السعوديه بين الاتحاد والهلال، دي دعوه رسميه لرونالدو لحضور كلاسيكو السعوديه ما بين اتحاد جده والهلال اللي هتتلعب بكره الخميس في الجوله ال 12 من منافسات دوري المحترفين بعد انضمامه رسميا لنادي النصر. طيب كمان حساب كوره وبيتكلموا على
النصر يستعد لتقديم عرض فلكي لكانتي. يعني الفكرة في حد ذاتها مش الأمر هيتوقف على كريستيانو فقط، لا ده كمان في كلام على كانتي انه ممكن ينضم كمان لنادي النصر. كان في كلام قبل كده اتقال على سيرجيو راموس، في كلام بيتقال ان الهلال ممكن خلال سنه ولا حاجه يجيب كمان ميسي. فمش عارف، الدوري السعودي اكيد هيبقى محط اهتمام الجميع، ممكن يوصل لنسبه مشاهده تقترب جدا من مشاهده مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. كمان معايا في الترند العالمي وخبر متعلق بليفربول، حساب في الجول قالوا ضربه جديده لليفربول، من المتوقع أن يغيب فان دايك لشهر كامل لكنه سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه بشكل أدق. يمكن السنة دي ليفربول عنده مشاكل كتيرة جدا، سواء فنية، رحيل ساديو ماني، إصابات، أعتقد الأمر صعب جدا. آخر حاجة معايا إي بي إل وورلد وأمر متعلق بنيوكاسل. نيوكاسل لم يخسر في هذا الموسم حتى الآن من أندية التوب اللي هم السكس توب الأندية اللي هي القمة في ليفربول في الدوري الإنجليزي. هو خسر بس من ليفربول اللي انتصر على نيوكاسل في الأنفيلد في آخر ثواني المباراة. تطور كبير جدا وملحوظ لنيوكاسل تحت قيادة الكبير إيدي هاو. طيب ده الترند العالمي. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في البداية، توقعاتكم لتشكيل مباراة الأهلي وإنبي وكمان النتيجة اللي ممكن تنتهي عليها هذه المباراة. أستاذ أشرف يوسف بيقول التشكيل الشناوي: متولي، ياسر معلول، هاني، ديانج، السلية، سافيو، عبد القادر، الشحات، وشادي حسين، وصفر اتنين إن شاء الله تعالى. أول توقع بيبقى 2-0 للأهلي. أستاذ يوسف طارق بيقول التشكيلة كما هي: الشناوي، متولي، ياسر، علي معلول، محمد هاني، السلية، ديانج، كريم فؤاد، بس كريم خلاص أعتقد كده غياب لغاية آخر الشهر، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، أفشا. إن شاء الله تعالى 2-0 للأهلي بقدمي علي معلول وحسين الشحات. أستاذ وائل بيقول الشناوي، معلول، محمد عبد المنعم، ياسر، محمد هاني، السلية، ديانج، أفشا، عبد القادر، سافيو، الشحات، شادي. وبالتوفيق إن شاء الله الفوز الساحق للأهلي، الأهلي فوق الجميع. تحياتي للبرنامج الناجح ولك شخصيا أستاذ وائل هجرس. شكرا جدا يا أستاذ وائل وكل التوفيق يا رب للأهلي في مباراة الغد أمام إنبي. ناس كتيرة ممكن تقعد تسألنا طب أخبار الصفقات إيه التعاقدات، كل حاجة هيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند.